نادي الأهلي. خلينا الأول نشوف جدول مباريات هذا الدور في بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري. بمشيئة الرحمن يوم السبت القادم الساعة 6 مساء الترجي أمام النادي الأهلي من استاد رادس بتونس. الساعة 9 مساء في نفس اليوم الوداد المغربي أمام كايزر تشيفز. مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. سبت 26 يونيو الساعة 9 مساء الأهلي والترجي هنا في مصر. وساعة 6 مساء كايزر تشيفز أمام الوداد المغربي. فيما يتعلق بالكونفدرالية يوم الحد 20 يونيو بيراميدز أمام الرجاء المغربي هنا في القاهرة 9 مساء. الساعة 6 مساء في نفس اليوم القطن الكاميروني أمام شبيبة القبائل. مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لمسابقة الكونفدرالية يوم الحد 27 يونيو مباراتين الرجاء المغربي وبيراميدز هناك في المغرب 6 مساء. الساعة 9 مساء شبيبة القبائل أمام القطن الكاميروني.